هذا ووصلت إلى مكة المكرمة طلائع حجاج أسر شهداء فلسطين المشمولين ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة. واستقبل المسؤولون في الأمانة العامة الحجاج على وقع التكبيرات التي سطحت بها حناجر الضيوف. من جانبهم قدم الضيوف شكرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين على دعم القضية الفلسطينية من خلال استضافة أسر الشهداء وتمكينهم من أداء مناسك الحج كل عام، سائلين الله أن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان.